لكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من صالح جدا. اليوم انا حنشوفوا كم يملك من دبلوم الشباب الجزائري البطل ونشوفوا علاش ما يخدموش بهم. تبع ما واحد عندي زوج تخدم معليش خدام يا ماكاش عندي تعذب عندي باتيسري عندي الدبلوم واحد تاكو زين دبلوم عندي زوج راه مرمي في الدار تحب نجيبولك نجيبولك واحد تاع تاكسي واحد تاع الكتروميكانيك مانيش نخدم معاه دبلوم والله مرمي تحت تلفزيون معمر بالغبرة انا ولادي كامل عندهم لي ديبلوم عندي عادل عنده ماتخ دوتيل شاف دوغو بولونجي وما يخدمش بيهم عندي طفله عندها تاع لا كوافور عندها لا كويزين عندها لي غاتو جامي خدمت بيهم عندي زينو الله الله يا زينو الله الله يا زينو واش من خدمه الله يرحم فيه ما كان يفلي شكل الخدمه ما كاش قاعد لاصيز عندي زويجه زويجه زي شمول دي كي مركب زويجه هكذاك انا عندي زويجه زوج لي ديبلوم زوج لي ديبلوم انا عم خويا اه وشنو هما كيما عندي انا كيما عند خويا في زوج بيتزا وباتيسيري الله الله يا زينو عندي واحد يا اخو فلومبي مانيش نخدم يا اخو عندي ديبلوم واحد باتيسيري او في الدار ديبلوم مخبي في الدار انا حاطه تحت المخده يا لا بريبار كاع عندهم ديبلومات ما كاش اللي يخدم ما كاش وين يخدم قسم بالله ماني قادر نهضر غير راني مريض لي ديبلوم والله ماني قادر يا موخي عندك ديبلوم الله يفتح عليك والله ماني قادر عندك ديبلوم وما تخدمش عندك كاين ناس ما عندها ماشي غير ديبلوم وما تخدمش كاين ناس تشوف تاع واش راهي سورتو هاد العوام القرانيين واش من ديبلوم ديبلوم تاع طوارات عندنا اخويا هذا واش كاين اخويا العزيز تاع طوارات والدلالات هذا ما كاين عندي جوج لي ديبلوم صاحبي الفخار ولا شرطه راني مريح تروح دير ستاج ومن بعد ما تخدمش ومن بعد لا بيلا ما يمدوها الخدامي تاعنا ماشي تاع الانسان اللي يعيش بها ما تكفيش الكرشو عندي زوج عندي زوج بيوشيمي و تاع اونترينر شاورما ميكانيسيان خيرت شاورما خيرت شاورما عندي حتى ديبلوم يا اخي والله دابري انا عندي باغ اكزومبل خواتاتي دي ليسونسي وكذا ما نمشي نخدموا بهم الخدمه كاينش بوعي خدمه وين تروح تخدم يعطيك زوج ملايين واش حدير بها زوج ملايين يا شريها تليفون شريها دخان نديك لهم تنخلع علاش تنخلع ما كاش داروا لي سي في لاريان ما كان والو خويا على اساس بزاف بزاف هاوليك هذا عنده زلي ديبلوم هاو حشم ها عنده تكنيسيا سوبيريور في لافورماتيك وشنو الدوزيام لي لونغ قال لي لونغ دوك كاين لي ديبلوم قدم لازم دوك كيما نقولوا تكون فورماسيون جديده زعما لي ديبلوم ميليكتريسيتي اوتو ولا الكتريسيتي باتيم راه طور العلم شويه ماشي كيما تاع بكري دوك الله دارك في بيام دوكا ماشي دوك الميكانيك تاع بكري الميكانيك تاع دوك الكتريسيتي تاع بكري وتاع دوك لا بلومبري لازم يكونوا لي فورماسيون جدد لهاد الناس اللي يكونوا عندهم دي ديبلوم قدم كاين اللي عنده اربعه لي ديبلوم ما عندوش وين راح يخدم وين راح يخدم قال اونغلي قال شحال من قايه ما خدم ما والو وليدك وليدي ياه كاين اللي عنده ديبلوم بصح ما يعرفش يخدم هذيك الخدمه ديبلوم على سيري ماش بصح سير براتيك تلقاه ناقص بيتزا لا عندي بيتزا اليوم خويا ما خدموش بهم جامي خدمنا بهم لي ديبلوم كاين درنا كلش يا اخو خدمه لي ماكاش يا تحكي على الديبلوم الديبلوم انا جامي درت من 14 ل 30 واحد ما خدام يا اخو انا نطلع واحد ما خدام في الحوم لا لا ما نخدمش لا لا ما نخدمش ما نخدمش هل عندك ديبلوم عندي زوج عندي واحد تاع الكوزينه واحد تاع لا فورماتيك alors j'ai mon premier diplôme c'était mon bac le bac تاعي ومن بعد تيك درت علوم قانونيه تما mon deuxième diplôme c'était la licence تاعي في العلوم قانونيه من بعد درت كابا تاع المحاماه الكفاءة المهنية للمحاماة تحصلت على الكفاءة المهنية للمحاماة هذا مزوج عنده زوج دراري هذا مزوج انا راح نتزوج لا خدمة لا قدمة اخويا والحمد لله ثلاث سنين ولا اربعة قعدت بدون عمل قعدت في البنزل قعدت في البيت عندي ديبلوم تاع كليماتيزاسيون ماشي انا ما نحوش يا اخو ماذا بيا نخدم ماذا بيك تخدم انت ولا ماشي ماذا بيا نخلص مليح يا اخو ماذا بيا نخدم احنا والله الخدمة بينا وانا نخدم